الصحيح أنه لا يلزم أحدا أن يتبع مذهبا دون مذهب إلا مذهبا واحدا وهو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة كلهم يريدون أن يتمسكوا بمذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كالبشر يخطئون ويصيبون، ولا نرى أن واحدا منهم يجب اتباع قوله اتباعا مطلقا، بل نقول من تبين أن الصواب في قوله وجب اتباعه من أجل أنه صواب لا من أجل أنه قول فلان أو فلان. هذا ما نراه في هذه المسألة. نعم. نعم.